هي قصة بنت كانت عندها هاتف، وكانت استطاعوا أن يتوصلوا إلى هاتفها، وقالوا لها أنها مصابة بمرض خطير ومعدي. كم عمرها؟ تقريبا 12 سنة. 12 سنة وفي حالة أنها هذا المرض ترك سيؤدي إلى عدوى في الأسرة ويؤدي إلى إشكالات، ولابد من اتخاذ إجراء سريع. لا حول ولا قوة. فقالوا لها، وكانت تتواصل معها امرأة بعد ليس رجلا، على أساس أنه من الفريق الطبي في المستشفى، وطلبوا من تلك الفتاة البنت الصغيرة، قالوا لها إذا ممكن أنك تخرجي من الأسرة، ويمكن تكوني في عزل، ويمكن تكوني في كذا. يا بنتي لازم كذا ولا يا بنتي. قالوا نحن نتعاون معك، نحن نبغى منك أنك سنسوي لك الفحص الطبي عن طريق الهاتف، عن طريق التصوير المباشر. صوري عظام من صوري جسمك من المكان الفلاني من الموضع الفلاني، نشوف هل في آثار المرض أو لا، بدأ ولا ما بدأ. أيوة. فالبنت صورت نفسها. شوف الناس كيف بعد ما صورت نفسها، بعد ذلك قاموا بابتزازها.